الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. اللهم إنك تعلم بأن لنا إخوة على وجه البسيطة وخاصة في ماليزيا، أعانونا بما استطاعوا فأعنهم يا أرحم الراحمين عند البلاء، بأهل سوريا والذي انتشر عندهم مرض الكورونا يا الله. اللهم وأصبحوا في شدة وخوف وبلاء، أنت من يدفع الضراء وأنت من يزيل الوباء. اللهم أبدل خوف المسلمين السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. اللهم أبدل خوف المسلمين أهل السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. اللهم أبدل خوف المسلمين السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. يا الله يا الله. اللهم أبدل ضراء أهل ماليزيا سرا. اللهم أبدل شدة أهل ماليزيا رخاء. اللهم احرسهم بعين عنايتك التي لا تنام. اللهم يا أرحم الراحمين.